شلون احنا نقدر نحدد المحتوى اللي نبي نقدمه حق الجمهور. يعني نفكر الاول في تايتل الفيديو قبل ما نفكر في محتوى الفيديو اكثر. من التجربه من يعني خبرتي يعني. اسوي شيء اللي انا احبه يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا هذا التجمع مع مجموعة من اليوتيوبر العرب، خلوني أعرفكم فيهم. تفضل. خالد نزر من قناة الزبدة. عمر والذهب من قناة عمر دايزر. عبد الله الجزاف من قناة عبد الله الجزاف. اليوم الموضوع اللي احنا نبي نتكلم عنه شلون احنا نقدر نحدد المحتوى اللي نبي نقدمه حق الجمهور، من وين نجيب المواضيع، من وين نختار العناوين، كل واحد وطريقته شلون هو قاعد يختارها. خلينا نشوف شو رايك. حلو. إذا تسمحون أبدي في أول واحد فيكم، أنا أصغر قناة يمكن موجود هني. كشخص تو أحس أني مبتدئ في اليوتيوب، كلها تكون تجارب. العناوين طبعا لازم تكون تدرس فيها وتعرف تدرسها حتى من القنوات الثانية، بس أحس حاليا أنا في مرحلة تجارب كمواضيع، كسبت التايتلز، الثمبنيلز. بالنسبة لي أنا اللي حاليا تجارب، أشوف شنو هي الأفضل اللي تناسب الفولورز أو السبسكرايبرز اللي عندي. هذا اللي أشوفه حاليا يعني. فخل أحد يكمل عشان أنا بعدين أقدر هم. أوكي. بالنسبة لي أنا أساسا أختار المواضيع من أكثر الأسئلة اللي توصلني من الجمهور. شنو السؤال اللي يتكرر باستمرار أسمعه وايد فأسوي له محتوى، أو أني أخذه من موقع trend.google.com يعطيك شنو أقول مواضيع الترند، تكتب شنو الكلمة اللي أنت تبيها. مثلا أنا تخصصي بالتقنية، أكتب مثلا آيفون فيطلع لي شنو الأشياء الترند اللي بالآيفون، أقوى 5 أقوى 6، فأقوم أسوي الشيء اللي على الترند على أساس أنه يمشي الفيديو. برضو كقناة تكنولوجيا لازم تبقى كل يوم متابع، كل يوم بقرا كمية أخبار مهولة يعني، فعلى أساس الخبر اللي بحسه هيشد الناس أكتر. يعني بفكر الأول في تايتل الفيديو قبل بفكر في محتوى الفيديو أكتر. فلما ألاقي خبر كويس مثلا هتكلم على الأخبار، الخبر الرئيسي، وبجمع معه أخبار تانية، يبقى هو ده فكرة الفيديو الأساسية. أما لو ريفيو أو كده طبعا حسب بقى، معك موبايل جديد، معكش موبايل جديد يعني، بزوم اسم وخلاص. بالظبط. بس مين اللي حسب الأخبار بتاعت النهاردة يعني. أنا نوعا ما ستايل القناة مختلف شوي عنكم. شيء بسيط، أنا فلوقات أكثر من الفيديوهات التك، لكن مهتم بالتك. الترند بالغالب أشوف الفعالية اللي أشوف أن لها مجال أنها تتطور وتنشاف والناس تروح لها. يعني أغلب المعارض مثلا اللي أغطيها أروح أول يوم عشان في احتمالية أن الناس تروح بعد يوم أو يومين، يكون في مجال. بخصوص مثلا مواضيع التك اللي ادور عليها، ادور الاشياء اللي انا مهتم فيها غالبا، ما الحق الترند، غالبا ادور المواضيع اللي انا مهتم فيها. بعدين تصير نفسي اسوي فيديو احس انه وايد مهم للناس يشوفونه 1000 واحد ويمشون. اي وارد كذي، بس اسوي شيء اللي انا احبه يعني. انا غالبا اسوي شيء اللي احبه اكثر ما الحق الترند. هذا شيء انا اشوفه عندي انا كمبتدئ في اليوتيوب، ان لما تسوي شيء مو غير خارج الترند، تنزل فيديو يمكن يشوفه 100 واحد، تنزل فيديو بالترند يشوفونه مثلا 20,000 واحد. صحيح. فهذا انا عندي من ناحيه اشوف فيه ايجابيات وسلبيات. سلبيات انه في موضوع ممكن مهم حقك انت ورسالته بتوصلها حق الناس، نعم، بس ما تنشاف مثلا. والشيء الترند اللي اوريدي قاعد يشوفونه 100 مره فيديو، نعم، ورا فيديو نفس يعني ترند، يعني فيديو مشابه حق ثاني، احس تصير ك يعني ريبيت حق المعلومات. فهذا الشيء انا اشوفه ودي اشوف حتى يتغير في اليوتيوب، ان لما احط فيديو لا علاقه طبعا في الالجوريثمز مال يوتيوب وشون تنشاف الفيديوهات يعني، فودي اشوف يكون في تطوير كبير من الناحيه هذه، انه مو شرط الاشياء الترندنج، ممكن في اشياء احنا ننزلها الناس ممكن يستفيدوا منها بطريقه يعني مختلفه تكون شويه. يعني انت توافق على ان تصنع المحتوى اللي انت تحبه بدون ما يكون الموضوع ترند؟ هذا اشوفه لما يكون انت عندك فولورز وسبسكرايبرز، يعني اوريدي عندك الاودينس الحين الحين كمبتدئ لازم تعرف شنو الترندنج، لان ما راح تطلع حتى بالسجستشنز او بالسيرش الا اذا انت بالترندنج. عمر، تسوي شيء اللي تحبه ولا
ترند اهم. والله هو ميكس يعني، حاسس ما ينفعش تعمل كل اللي بتحبه مثلا والناس قليله اللي هتتبعك. اوكي مهم، بس يعني مهم اكتر انك تنشر نفسك الاول للناس، يعني لازم تعمل اللي انت بتحبه اللي هم بيحبوه، توسع جمهورك اكتر. هو الغريب ان انا بيحصل معايا بقى ساعات كتير ان انا مثلا عامل فيديو متحمس ليه ومجهزه وحاسس بقى هو ده هيدمر الدنيا وما يجيبش اي حاجه، وفيديو تاني عملته في ربع ساعه، شو بساعة يعني، بس هذا اللي صار معي لما تصور تصوير سيء مونتاج سيء محاسب يضرب الفيديو الفيديو يروح لعدد خيالي. الموضوع ده بيجنني بصراحة. عندي فيديو تكلمت فيه عن سيري المساعد في صوتي الايفون، كنت مصوره قبل ايام اللي كنت اصور فيديوهاتي الاساسيه بالسناب شات. فتخيل شنو مدى سوء التصوير ان انا مصوره بالسناب شات كل 10 ثواني قاعده على اليوتيوب ومحوله على اليوتيوب ومعدل الصوت ومرقع فيه الالوان، الفيديو طاف ال 400 الف مشاهده. ما شاء الله. زين هذا ايش اسوي فيه؟ اكتشفت ان الناس تحب الشيء الواقعي اكثر من البروفيشنال. يعني انت لو تي مثلا درس على الايباد، لما تي درس تصوره باحتراف وتطلع الفيديو بتصوير وايد قوي الناس ما تهتم وايد، بس تعال صور بكاميرا التليفون فوق الايباد التصوير يلوع الجبد ومهتز زين الفيديو هذا يضرب. شفت ان الناس قاعد تسوي في حاجه مهمه قوي، حاسس ان التايتل والثامبنيل بتاع الفيديو ليهم باور اوفر زياده صحيح. على الفيديو يعني ممكن الفيديو سيء جدا بس الصوره والعنوان يشدوا هيجيب ملايين صحيح. ممكن محدش هيتفرج اكتر من دقيقه مثلا من الفيديو بس اوريدي جاب ملايين الفيوز، ممكن يجيب للقناه بعد كده سبسكرايبرز اكتر وفيوز اكتر. والثامبنيل فعلا هو اكثر شيء ويا العنوان زياده اللي يعني. اللي يسحب. احنا سبحان الله احنا ما ادري هل موجود برا بعد هذا ولا بس بالمجتمع العربي وايد يلحق الاعلان، تلقى ساعات الاعلان ما له اي علاقه بمحتوى الفيديو، تلقاه متوجه ورا الثامبنيل والصوره الحلوه اللي حاطين لها ويروح ورا الاعلان العنوان سوري ويبي يشوف اللي بالصوره. اي بيشوف اوف الشغله الفلانيه خليني اروح شاهد قبل الحفل اشهر عنوان. هي فيها حاسس ان فيها ظلم يعني، محتويات كثير محترمه بس مثلا ما توفقش ان هو يحط صوره كويسه او عنوان كويس. صحيح. عشان كده مؤخرا بقيت بغير الصوره والعنوان عندي كل شويه، يعني الاقي الفيديو ماشي مش كويس اروح مغير الصوره، لقيته مش عارف ايه فاهم، وبقيت بغير العنوان والصوره مثلا في الفيديو ممكن مرتين ثلاثه. حلو. انا عندي شغله صارت معي في عدد من الفيديوهات، بما ان انا ما عندي يعني سبسكرايبرز يعني شو اسمه، فعندي لما انزل فيديو يعني يكون عليه 300 400 مشاهد او مشاهده، بعد شهر زين الفيديو هذا ما راح يضرب يصحى يبروها ايه هذا ودي اعرف شنو السبب هذا. ودي اخلي هذا الموضوع حق حلقه ثانيه نسويها، بس ابي اعرف يعني الحين الفيديو ما حد شافه قبل شيء مره واحده قام ايش اسمه عندي الايفون الايفون 10 ار نزلته قبل شهر 400 مشاهده، اليوم وصل 4000 ولا 5000 مشاهده خلال يوم واحد. وانا اصلا يعني هذا اليوتيوب حتى مثل ما قلت لك صار لي هذا اليوتيوب شهر كامل مو جايز اليوتيوب ما لي شغل فيه. لا عندي تفسير. ساعات واحد يسوي شيء متعلق بال مثلا ايفون ار، الناس كلها قاعد طالع موضوع حساس مثلا او موضوع في جدل، فيروحون على اللي بعده يشوفون شنو منزل مثلا. بالضبط هذا ليش ممكن دوله من الدول توها اتاحت التليفون حق الناس، فتقوم الناس تدور عنه قبل لا تشتري. فينتقل من فيديو لفيديو، مقترحات يطلع اسمك يدش معاه. خصوصا مين عندي انه بالبراوز او سوري مو بالبراوز اللي هو مو سجستنز لا انا مو سجستد انه اتنا بالبراوز انه يعني كانه يطلع لهم بالهوم او شغله يعني شيء اي صح. فانا هذا ودي اعرف في واحد قاعد بيوتيوب والله شي قاعد يطالع والله اليوم خل حط الفيديو هذا نشرح شويه نعطي شويه شو اسمه وش يعني. ذكرني الموضوع هذا، انا كنت مسوي فيديو عن المسابيح طبعا عالم ما له اول ولا اخر، بس تكلمت انا عن الكهرب بالتحديد. ذاك اليوم كانت مشاهداته ما توصل يمكن 1000 1500 وصارت خلاص قفلت. اتذكر بعدها بثلاث شهور يمكن شهرين نمت انا خلاص الفيديو ما راح اتحرك، انا غيرت الثامبنيل ما تحرك، فقلت خلاص بس هذا نهايته. بعدها بشهرين اشوف انه وصل 150000 يا شو السالفه؟ يوم طالعت الاسباب ولا في واحد ثاني بيتكلم عن المسابيع بشكل
استفز العالم، فالناس قامت تدور اشياء ثانيه لها علاقه عن المسابيح، واشتغلت عاد الفيديوهات عندي واحد ورا الثاني وكلها برباها. اكيد كلها برباها. زين سؤال سريع حق كل واحد، هل تأيد ان الثامبنيل يكون شيء مبالغ فيه حتى لو خارج الفيديو عشان تسوق حق الفيديو مالك؟ انا هذا الشيء كلش ما ايده، انه يكون يعني مثل ما يقولون اسمه الكليك بيت او شغلات تجذبك حق الفيديو. بس بنفس الوقت العالم كله قاعد يستخدم التكنيك هذا، لا تعطيه من جانبين. اذا 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 كل العالم لعبوا باي يعني دي بلاي باي ذا رولز، لا بس بس بما ان العالم كله قاعد يحط لك تكنيك لازم تحطها بطريقه انه يكون له علاقه بالفيديو مالك. راح نشوفك تسوي ولا انا ما اسوي. انا جربت مره واحده سويت كليك بيت وشفت انه كان سلب، كانت كتجربه. اوكي فاللي الحين قاعد اسوي طريقه تجميليه حق الثامبنيلز انها تكون طريقه حلوه لها علاقه بالفيديو وتكون بروفيشنال اكثر. اوكي عمر، انا ضد الكليك بيت الكذاب. يعني في كليك بيت ذكي يعني مع المحتوى بس يشدني، انا عايز اعرف الصوره جذبتني، يعني مش صوره تقليديه انا على الموضوع ده. لكن كليك بيت في حاجه ما لهاش علاقه بالفيديو دي انا ضدها جدا، وبتاثر على مصداقيتك في المستقبل، ما حدش هيشوفك بعد كده. تمام. انا اقول ان هذا اسلوب متبع بكل العالم موجود، بس هل انا راح استخدمه؟ غالبا لا، غالبا لا. يعني ما راح ابالغ اقول يا جماعه ترى الشغله هذه موجوده عندي بالفيديو وهي مو موجوده، ما راح اسويها. وأظهر في ناس بعد مو بس انه مو موجوده، يحط شيء مو موجود ويزيد عليه بعد يعطيك زياده، وانا ضد عموم بشكل عام. انا بالنسبه لي فعلا لا توصل لمرحله الكذب مثل ما نقول الغش، خلي يكون مبالغ فيه ما يخالف، لان خلاص هي لعبه الكل قاعد يسويها، فاذا مشيت معاها انت ممكن تكسب وايد، بس بالمقابل ما يكون كذب، فتكون انت بالواقع بالضبط. هي الناس هتسامحك على المبالغه لو الفيديو فعلا كويس، إيه؟ مش هتسامحك على الكذب. اي وانت ظلمت الفيديو بالثمبنيل، خلي يكون الفيديو قد الثمبنيل بالضبط. زين ندخل جانب ثاني هم سريع، كل واحد في مجاله. يمكن بالبدايه كان عنده معلومات بسيطه، فشلون انت قدرت تطور من معرفتك انت معلوماتك الشخصيه، شلون قدرت تطور منها؟ خصوصا احنا بوقت الحين يمكن بالوطن العربي صعب تلقى ناس وايد يمسكون كتب وياخذون الثقافه هذه، فكل واحد من وين قاعد يتعلم التخصص اللي هو داش فيه. حلو. انا عن نفسي يعني قناتي متجهه اكثر شيء عن الاجهزه، مو بس تكنولوجيا عامه، بس كبرودكت، يعني البرودكت اللي استخدمها عندي في المنزل او التليفونات او يعني كاي شيء انت تستخدمه ككونسيومر. فانا اشوف عن نفسي عندي تاريخ كبير من استخدام الاجهزه هذه، فلما انزل فيديو على قناتي احب اعطي خبرتي انا باستخدام الجهاز، وهم نفس الوقت ابحث عنه في الانترنت واقارنه مثلا في اجهزه مشابهه له، ويعني مو بس اقدم الجهاز لا استخدمه بنفس الوقت في الحلقه، يشتغل ولا ما يشتغل وشنو يعني مميزاته، بس تكون فيها نوع من المصداقيه اكثر، المصداقيه واستخدام المنتج بنفس الوقت. يعني في ناس والله يحط لك منتج ويقول لك انه احسن منتج وما يستخدمه فانا انا اللي عندي قناتي تكون هيك تجربه اكثر، وبنفس الوقت اقدر اعطي معلومات هم من شو اسمه. بس انا عن نفسي المعلومات اجيبها من تاريخ القرايه في هالاشياء هذه، وانا عن نفسي كمهندس واحب الشغلات هذه، ف it's something يعني فيني انا يعني شو اسمه اني احب تطلع طريقه الاشياء شلون تشتغل. التبرط things work يعني التبرط ضغط. اذكر فيديو عندي مره استخدمت الفيليبس شو اسمه، فانا عندي جذاب الناس سويته تجربه حيه كان. فمن وين اجيب معلوماتي؟ من التجربه، من يعني خبرتي انا من سنين يعني. تمام. بالنسبه لي انا التخصص اللي انا قاعد اتكلم فيه تكنولوجيا، عندي شهاده بكالوريوس بالكمبيوتر وماجستير بتكنولوجيا التعليم. نعم. فهو ضمن تخصصي، بس مع هذا التخصص والدراسه ما علمتك كل شيء. ف وايد اشوف محاضرات، وايد اشوف اليوتيوب، واقرا المواقع الاجنبيه وايد.
فهذه المصادر اللي انا قاعد اخذ منها البيانات زائد الاشياء اللي انا استخدم فيها الخبره لما يجيب منتج واجرب عليه ونشوف شنو شنو الخبره اللي تاخذها من الجهاز نفسه وتقولها حق الناس. عمر، انا اصلا غاوي من زمان يعني اقرا على التكنولوجيا والكلام ده من قبل ما اعمل قناه بكتير، وعندي زي من كروم مثلا فاتح فيه بتاع 55 60 تاب يوميا كل شويه افتح ريفرش اي اخبار جديده. شنو تفتح؟ مواقع يوتيوب؟ مواقع معظمها يعني ما احبش الخبر من مصدر واحد، احب الخبر اقراه من مثلا من 5-6 مصادر، ولما الاقي مثلا نقطه يعني موضوع جديد مثلا تكنولوجيا جديده ظهرت لازم اقرا فيها لحد افهمها بقدر ما، يعني مش لو هتكلم عنها حاجه جديده طلعت وخلاص، انا عايز افهم شغاله ازاي بتتعمل ازاي طلعت ليه الجديد منها مش عارف ايه. ده اللي بيحسسني ان انا عندي حاجه اقولها للناس، يعني مش مجرد ان انا واحد قريت الخبر ونقلته، لا انا عايز افهمه الاول وان الخبره تبقى للناس فيه. انا نوعا ما مجالي شوي بعيد عن التكنولوجيا، فأتكلم شيء شوي بعيد عنكم. دائما يطلع نفسه مختلف. انا قاعد على كرسي اسود. دائما ادور احلى لقطه، احلى زاويه تصوير، ادور احلى كاميرا ممكن تطلع لي. وين ادور؟ شلون ادور؟ اها، وين ادور؟ عندي مواقع، في وايد مواقع تعطي كورسات بشكل عام. عندك وفي عربيه مثلا، ما نبي نسوي دعايه نقول اسابيعهم، لا عادي. دورات مثلا اوكي، ليندا بالانجليزي مثلا، شلون ليندا بالانجليزي مثلا، في وايد ما شاء الله كورسات. في مثلا يوتيوبرز انا اتابعهم، احب اطالع شنو كل يوم بيسوي مثلا، وايد اقدر اعد لك اكثر من اسم. احب دائما اطلع على اخر تكنولوجيا يستخدموها عشان يسهلون التصوير، مثلا ستابلايزر معين يوفر عليك وقت، يوفر عليك هزه معينه، طلع لك لقطه سموث اكثر. فهذا انا اللي اقرب لي اكثر من التكنولوجيا بشكل عام. تمام، كلمه اخيره. اذا عندك معلومات وودك تنشرها على اليوتيوب، مو شرط يكون عندك كاميرا غاليه، مو شرط يكون عندك استوديو ولا مكان تصور فيه، تقدر تاخذ تليفوني عندك او اي كاميرا عندك. اذا كان عندك محتوى وانت يعني تؤمن في نفسك انك تقدر تطلع وتحط المحتوى هذا في الانترنت، تقدر تسوي باي شيء، يعني باي اداه تستخدمها، مو شرط احدث التكنولوجيا واحدث الاشياء اللي موجوده بالسوق. اي شيء موجود عندك تصور فيه وانشر فيه المعلومات اللي عندك، تاكد منها تكون انها صحيحه، هذا اشوفها شيء مهم جدا، وتسوي البحث الكامل قبل ما تحط الاشياء هذه في اليوتيوب. تمام عمر، ما انصح المشاهدين نفسهم ان اللي يشوف مثلا حد بيتكلم على اليوتيوب ما تاخدش كلامه بمصداقيه 100%، يعني هو مش المصدر الاساسي لكل حاجه. دور انت، يعني انت دور معنا يعني حاجه عجبك ودورت فيها، ايه انت كمان ودور. دلوقتي في 5000 موقع بيتكلم عن كل حاجه، هتلاقي معلومات كتير وهتلاقي اراء كتير، فما تاخدش من زاويه واحده وتعتبر الراي ده هو الراي الاساسي. دور على ناس تانية واراء تانية، اظن هيكون احسن لكل الناس. انا اي واحد يبي ياخذ اي معلومه يتابع تاريخ اللي انت قاعد تاخذ منه المعلومه. قد يكون متطرف ل مثلا شركه معينه، قد يكون متطرف لنظام معين، فلازم نوعا ما تحلل الاخبار اللي قاعد تاخذها منها والمعلومات اللي تاخذها منها. في واحد مع هالشركه تاخذ منه الخبر وانت مرتاح، واحد ثاني تدري انه يسوق، هذا يسوق بس ما يقول لك هذا اعلان، وهو بطريقه غير مباشره تلقى حاط الاعلان بنص الفيديو ضمن تقييمه اللي المفروض ان الناس تحاسب عليه. دائما اقرا، ما عليه، اقرا، شفت فيديو، شفت النتائج، شفت الدنيا كلها، دائما رد اقرا. المرجع الاساسي القراءه اكثر من تقييم الناس الوحده. يعني هي تقريبا نفس النقطه اللي قاعد يقولها عمر. انا بالنسبه لي اشوف صعب ان تطلب من الجمهور يقرا عن تخصص ما يعرفه. يعني مثلا نزل تليفون جديد فيه مواصفات معينه، هو لما يروح يقرا عن المواصفات هذه، والله فيه معالج اكزاينوس 855، ما اعرف ارقامهم هذول المعالجات، بس فرضا انت ذكرت له هذا الاسم رقم، لما يبحث عنه بالنت يطلع له معالج سريع وما ادري، هو ما يعرف هذا مقارنته بالسوق وين. فهذا دورنا احنا اللي نفصل هذه الاشياء، فشلون تبي ياخذ هو من القراءه.
يعني مش ياخذ من القراءه، يعني مش يرى حاجه تكنيكال، قصدي يرى اراء ناس برضه. اراء ناس بالضبط، يعني مواقع بتتكلم وانت برضو الناس على اليوتيوب بيتكلموا، قصدي يسمع كذا راي ما ياخذش ساعات يسوي لك اختبارات اداءات 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 اداء المعالجات فتعرف انت وين وضعك بين المعالجات. هذا موضوع حق حلقه ثانيه بعد. والله مو الاداءات كان هذا موضوعنا لهذا اليوم. نوصل للختام، والقنوات كلهم راح تلقى روابطهم تحت بالأسفل. شوف المحتوى اللي موجود عندهم، اللي يعجبك محتوى اشترك عنده، اللي ما يعجبك حط لايك حط لايك. ونوصل للختام، ومع السلامة. سلام عليكم.